المقطع الثاني أو الجزء الثاني من هذه المحاضرة سيكون عن البروبات. سنتحدث عن البروبات وكيفية العناية بها وأصنافها. بداية، إن تصوير الأمواج فوق صوتية هو فن مثل أي فن. فالرسام عندما يريد أن يرسم لوحة فنية يحتاج إلى أدوات، وهي الفراشي التي تقوم برسم اللوحة الخاصة به. وأما بالنسبة لمستخدم جهاز أمواج فوق صوتية، فإن لديه أيضا أدوات تساعده برسم صورة الإيكو بأفضل ما يمكن. وهذه الأدوات هي البروبات. إن هذه البروبات لها عدة أسماء يمكن التطرق لها باللغة العربية، وهي بروب، ميجاس، ومبدل، ومحول مساح، ورأس مساح. إن أي من هذه المصطلحات أو هذه الأسماء هي تعود إلى هذه البروبات نفسها. لماذا سمي المبدل بمبدل؟ المبدل يقوم بإرسال حزمة صوتية إلى الجسم ويستمع إلى الصدى العائد المتولد عن هذه الحدود الفاصلة بين الأنسجة. سمي بمبدل لأنه يبدل الطاقة من شكل إلى آخر، مثل أن اللمبة الكهربائية تحول الطاقة الكهربائية إلى ضوء، فإن المبدل هنا لدينا يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية والعكس بالعكس. فعلى سبيل المثال، الكريستالات تستقبل إشارة كهربائية وتعطينا إشارة ميكانيكية وهي الأمواج فوق صوتية، أو بالعكس تقوم استقبال الأمواج فوق الموجة الميكانيكية وإعادتها إلى موجة كهربائية. المصطلحات الأساسية التي ستمر معنا في هذه المحاضرة ويجب أن نعرفها، المصطلح الأول هو فوتوبرينت، المصطلح الثاني هو أكوستيك ويندو. فوتوبرينت يصف سطح المسح للمبدل أو الجزء من المبدل الذي يكون على تماس مع المريض، وحجمها يختلف حسب تصميم المبدل. أما الأكوستيك ويندوز فإنها تشير إلى موقع في جسم الإنسان المستخدم لإظهار الصورة التشريحية المطلوبة. نلاحظ هنا لدينا 5 نوافذ للحصول على صورة. نلاحظ الملاحظة الأساسية أنه يجب أن تختار مبدل له فوتوبرينت متناسبة مع أكوستيك ويندو. الفوتوبرينت هي تكون على هذا الشكل، هذا القسم الأحمر هو الفوتوبرينت الخاص بالمبدل. إن أي بروب أو أي مبدل ينقسم إلى هذه الأقسام: كونكتور الذي يوصل على الجهاز، كابل، وبيت لوضع البروبات البوردات أو البورد للتحكم بداخله، وكريستالات، وعدسة. إن هذه اللون الأحمر هي عدسة وهي تصف الفوتوبرينت الخاصة بالبروب. التعقيم: يجب الإشارة إلى أن مواد البيزو الكهربائية المستخدمة في الكريستالات لها قابلية لتحويل الطاقة من طاقة من أمواج ميكانيكية إلى إشارة كهربائية والعكس بالعكس، ولكن هذه القابلية تفقدها هذه المادة عند تعرضها لدرجة حرارة مساوية أو أكبر لحرارة كيوري والتي تقدر 243 درجة مئوية. لهذا السبب لا يمكننا استخدام درجات الحرارة العالية للتعقيم للمبدلات، ويتم تعقيم المبدلات من خلال بعض المواد مثل السايدكس وبعض مواد التعقيم البسيطة. إن البروبات تمتلك أحجام أو أعماق وترددات مختلفة من أجل الدراسات المختلفة. ولا ننسى أن البروبات سريعة الكسر وغالية، حيث أن البروبات تتراوح أسعارها ما بين 5000 دولار إلى 30000 دولار للتبديل. معظمها لا يشمل الضمان، خصوصا إذا كان العطل نتيجة سقوط. ينصح بقراءة الكتيب المرفق من الشركة الصانعة حتى نتعرف على ما هي آلة العناية بالبروب وكيفية التعامل معه وتعقيمه. أحد تصنيفات البروب هو شكل الحزمي. نلاحظ أن البروب توضع اللون الكريستالات يكون على شكل خطي، لذلك يسمى البروب بروب خطي. وهنا نلاحظ أن توضع الكريستالات أو شكل الحزمة هنا على شكل منحني، لذا يسمى البروب منحني. أيضا البروب الذي سنستخدمه كأطباء قلبية هو البروب القطاعي. ونلاحظ أن الشكل له هنا قطاعي، وهو أكثر الاستخدام بالنسبة للأطباء القلبية. التصنيف الثاني هو حسب التردد، فلدينا بروبات بتردد وحيد 2.5،
وهذا أول ما بدأ به علم الإيكو، ثم انتقلت وتطورت إلى ثنائي تردد، بحيث الطبيب إذا كان بحاجة إلى تصوير بكتلة يعني بتردد مختلف، لا يتطلب منه تغيير بروب، وإنما فقط تغيير التردد، فأصبح لدينا دول فريكوانسي 2.5 و3.5. ثم تطوروا وأصبح لدينا على سبيل المثال 2.5 3.5 و5، ويسموه يدعى مالتي فريكوانسي. وآخر التقنيات المحديثة التي وصلت لها العلم وهي حزمة عريضة أو برود باند، والتي تمتلك مجال تردد من 1 لـ 3 على سبيل المثال، فإنه يأخذ المجال كامل من 1 لـ 3، يرسله كاملا ويستقبل هذا المجال كامل، وثم يعالج الداتا حسب أبعاد التصوير. لدينا أحادي بعد مثل بروب الأعمى الذي لا يمتلك صورة، مجرد طيف دوبلر، أو بروب ذو كريستالي وحيدة فإنه يعطي صورة أحادية البعد. ثم انتقلنا إلى بروب ثنائي البعد، بحيث قمنا بتدوير هذه الكريستالي أو وضعنا مصفوفة كريستالات بجانب بعضها، فحصلنا على صورة ثنائية البعد مثل هذه البروبات الموضحة بين المهبلي أو مايكرو كونفكس هنا، أو القدمي الخطي أو الخطي العادي. ولدينا التصنيف الأخير الثلاثي البعد أو الرباعي البعد، المنحني والحجمي والإلكتروني الثلاثي الأبعاد القلبي والمهبلي الثلاثي الأبعاد. أيضا لدينا تصنيف حسب التطبيق، فلدينا بروبات قلبية للكبار وللصغار وللخدش وللعبر البري. على سبيل المثال هنا S4 S من سيكتور، S4 هي ترمز إلى بروب قلبي كبار، S8 بروب قلبي للصغار، S12 بروب قلبي للخدش. لاحظ أن هنا التردد من 5 إلى 12 على سبيل المثال، هنا من 3 إلى 8، وهنا من 2 إلى 4. أيضا لدينا بروب عبر المريء S26، وهو مجال التردد من له من 2 إلى 6. أيضا لدينا بروب أعمى بتصنيفات مختلفة. لدينا أيضا غير البروبات القلبية تطبيق الأوعية، تصوير السباتي وتصوير الأطراف، تصوير عام بطن وبولية وهضمية، والنسائية توليد لتصوير الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الثالث. هذه حسب التصنيف، فكل تصنيف له بروبات خاصة به. من ميزات البروبات المختلفة أن بروب المنحني لديه حقل بعيد واسع بحجم جيد للمنفذ فوتوبرينت من أجل دقة جيدة في الأعماق، لذلك يستخدمه جماعة النسائية وجماعة الداخلية. أما البروب الخطي فإنه يمتلك حقل قريب واسع لتصوير الأعضاء السطحية مثل تصوير الأجزاء الصغيرة small parts أو بعض الأوعية، ويكون بتردد 7.5 أو أعلى. لدينا أيضا بروب قطاعي يكون منفذ تبعه صغير، فوتوبرينت لديه صغيرة، ومما يسمح له بالصورة أن تخترق بين الأضلاع يحصل على صورة جيدة، يستخدمها جماعة القلبية. غالبا تكون ترددات القلبية من 1 لـ 12 بالنسبة للجهاز بشكل عام، أما بالنسبة للبروب فيكون 1 لـ 3 إذا كان للكبار البروب، أو 3 لـ 5، أو قد يتطلب إلى 8 أحيانا للأطفال، وللخداج من 4 أو 5 لـ 12. غالبا ما يكون تردد البروب في التطبيقات البطن 3.5، أما في التطبيقات النسائية 2 لـ 5، وتطبيقات الأوعية هي 7 ميجاهرتز. أحد الأشكال الإضافية التي هي هناك بروب عبر الأوعية intravascular، في عنا عبر المريء TE نون ايمج بروب، وبروب مهبلي فيجينال. الاعطال التي نصادفها بالبروبات، البروب التي تعطل بسبب القطر على الكابل او التعريه او كسب الكريستالات يجب ان يتم تغييرها، لا نقوم بتشغيل الجهاز في حال وجود اي من الاعطال التاليه. لماذا؟ لان هذا يؤدي الى تاثير على الجهاز وتاثير على الصوره الجيده، وقد نعطي نتيجه خاطئه عند استخدام بروب عاطل او فيه عطل بالكابل او بالكريستاله، لأن صورة الإيكو هي عبارة عن صورة داتا معلومات يجب أن تكون دقيقة. من أهم الأعطال الأمور التي ننتبه إليها وضع البروبات في مكانها الصحيح. نلاحظ هناك بروب لا يجب عدم وضع البروبات بهذا الشكل الخاطئ، لأنه قد يؤدي إلى أن يقع البروب ورأس البروب أو جثة الثقيل بالبروب إلى الأرض فتنكسر الكريستالات، والكريستالات تعتبر مثل البلور، قد تنكسر أو لا، ولكن عند اصطدامها توقع بنسبة 90% أنها تنكسر، وبالتالي نخسر البروب ويحتاج إلى تبديله، وأن عملية إصلاحه نوعا ما صعبة، لكن هناك بعض المصانع التي تقوم تصنيعها في هذه الأيام. أيضا هناك توضع للكبلات، إن الكبلات يجب عدم وضعها بهذا الشكل لأنه يؤدي إلى تقطيعها أو تعريتها، فيجب وضعها في حامل بروب
الخاص بها. أيضا يجب قبل استخدام البروب الفحص البروب من العنق أو من الكبل أو من العدسة أو رأس البروب، الانتباه عدم وجود مثل هذه الأعطال التي تؤدي على تأثير على الصورة وتسوء الصورة. نهاية هذا المقطع سننظر إلى أحد الصور التي تميز لنا وجود كسر في الكريستالي الذي يعطي شادو أسود على كامل الصورة، ومما يقلل من دقة الصورة، وبهذه الحالة يجب تبديل هذا البروب لأنه لا يمكن التعامل مع مثل هذه البروبات. وشكرا. You